السلام عليكم ورحمة الله. محمد أشقاري، نائب الكاتب الجهوي الجامعة الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب. في الأونة الأخيرة يعني الناس ديال المهنيين ديال سيارات الأجرة كيشتكيوا من مجموعة من التطبيقات الذكية الخاصة بالنقل السري، وكيقولوا بأنها هي في إطار ما كاينش واحد الإطار قانوني كيحكمها. أشنو رأيكم في هذا الموضوع؟ هو فعلا هاد التطبيقات الذكية اللي كاينة هي غير قانونية، لأن هي داخلة في النقل السري، وهذا الشيء هذا كيعاقب عليه القانون كيف ما جا في المدونة السير. راه هاد النقل السري خصها تسحب منه المركبة تمشي للمحجز، ومن بعد كيمشي رخصة ديال داك السيد صاحب المركبة واحد 3 أشهر تقريبا، وكيخلص واحد الغرامة. وهما غير قانونيين هذوك الناس ديال التطبيقات، هذوك حنا كنحسبوهم النقل السري لان ماشي قانونيين. علاش؟ حنا كمهنيين عندنا سياره ديال الاجره كنديو لصاحب المأذونيه 2500 درهم، وحنا كنخلصوا اغلى تامين على 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 النقل، تقريبا كيوصل لنا التامين حتى 11000 درهم ديال سياره الاجره من الصنف الاول، و 7800 درهم ديال الصنف الثاني. كيفاش حنا كنخلصوا هذا السيرونس هذا وكن كيسمح لنا القانون كنهزوا 3 البلايص ما نزيدوش عليهم؟ كيفاش هاد التطبيقات هادو خدامين وتيقولوا بعض الاخوان منهم اللي خدامين في التطبيقات سامحهم الله بانهم راهم قانونيين وراهم خدامين وراه كيقلبوا على الرزق ديال الوليدات ديالهم وكذا؟ السيدي يكون قانوني واطر فعلا التطبيق ديالك وقنن التطبيق ديالك وقنن العمل ديالك، ومرحبا انت في الشارع، تولي انت تهز معنا انت بحالنا بحال الطاكسي. حنا ما نقصوكمش ولكن تكونوا قانونيين، وحنا الحمد لله راه كنا حنا بحال حنا راه كنا ولاد الشعب تحت رايه ديال السيد محمد السادس ملك البلاد. كيف ما تيقول لك حنا راه حنا كنساعدوا الناس اللي هما مهنيين وكنساهموا في التنميه البشريه، حنا ماشي ضد هذا الشيء هذا كامل، ولكن حنا كنبغيوهم يقننوا المهنه كيف ما مقننا سياره الاجره بشيئا ما. هي يعني ماشي مقننا 100% سياره الاجره، ولكن غير واحد شويه يكونوا قانونيين ومرحبا، ماشي مشكل. حنا ماشي ضدهم، حنا مع المهنه فعلا، ولكن حنايا ضد النقل السري وضد الناس اللي كيخارقوا القانون، لان هذه دوله ديال الحق والقانون، ممكن اي واحد فينا خصو يحترم القانون ديالو. شنو هي النقط اللي كينشط فيها هذا النقل السري في مدينه الدار البيضاء؟ غالبا هما كيخدموا بالتطبيقات في انحاء الدار البيضاء كلها. المواطن كيطلب عبر التطبيقات السائق، والسائق واحد التوضيح واحد اخر، السائق بعدا غالبا فيهم ما كيحصلوش على السيارات ديالهم، غالبا كيمشيو للوكاسيون كيكريو السيارات 200 درهم في النهار، وكيمشي كيخدم بها هو وكيعطي 200 درهم لمولاها، وداك الشيء ما تبقى كيبقى ليه هو في جيبه. وبالنسبه نرجع لك السؤال ديالك، هما كيخدموا في الدار البيضاء كامله. الزبون ملي كيطلبهم عبر التطبيقات كيجيو لعندو، هذاك مسكين الزبون بعدا هو براسو راه ما فاهمش هذا الوضع ديال انه راه راكب بعدا مع النقل السري، ما عارفش مع من راكب هو بعدا. هذاك السائق اللي راكب معاه بعدا راه ما مقنش وغير قانوني. الا قدر الله تعرض للضياع هذاك السيد ذاك الزبون، ولا تعرض للسرقه ولا شيء ما غير من قبل الشارع العام، راه هذاك السيد راه ولا ضحيه. ماشي بحال الطاكسي عنده واحد النمره ديال الكريمه كتكون فوق الكالوري وكيكون يعني مبغنتي عند السلطات اللي هي مسؤوله على القطاع، يعني كيجيبوا السيارات الاجره الا مشى توقع شي مشكل ذاك الزبون. وكيفاش هاد الناس كينقلوا كيمشيو معاهم؟ انا دابا كنستغرب ان الناس المواطنين كيطلبوهم وكيمشيو معاهم وكيتيقوا فيهم وكيصيفطوا معاهم وليداتهم وعيالاتهم وهما عارفينهم صيفطوهم مع انسان مجهول. هذاك انسان راه غير مقنن وغير قانوني. هذا هو اللي كنتسائلوا فيه حنا بزاف، هذا هو اللي بغيتنا نوضح في هاد المسائل ديال هادشي ديال التطبيقات وهادشي اللي عندي ما نقول فيهم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.